الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعن أصحاب سيدنا محمد وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله ولا ليال خد بدل وحيك صحب سنيد موضوع لغيابة إن أنا يددكم مودين إن الدين تؤاد وغهد شيء أما إنو عبادة كتشرو أو لغيابة إن يدير صدان وموضوع شقالها يحقود يواجبات كسارا واجب على العامل لرب العمل وحق على رب العمل للعامل والله قطب قف كان شقالها واجب صارا إنه شقدي سيصح أجته قف كله شقيها أنا واجب صارا إنه حقوق دي قف كشقالها سيو دين الإسلام هو حيتمد iyadoo sharaa'icdi badiga jirtay badankoodu ay u yaqaaneen shaqaalnimada adoonimo ama wax adoonimada u dhaw oo dulinimo la oo la yaso oo la qursado xaqiisana aan la siinin cida ugu fudud ee xaqiisana dhici karaana wuxuu aha shaqaale diinta islaamka timid iska dhaaf shaqaale ee adoomihii la dhibi jiray mamluukiintii ayuu madaxooga nabigu sallallahu calayhi wasallam kor u qaaday oo uu xaqoodii ka hadlay markaasaa bacdu saxaaba ayaa wuxuu arkay sayid abu dhar radiyallahu tacaala canhu wa ardah oo isku joog dhal qurux badan waa go iyo gunti isku eego xulla isku joog xidhan mar adoonkiisii oo la socdaana isku jooga isku joogiisii uu xidhay uu yaabay ninkii waa nin maalik iyo adoon sayid iyo cabdigii oo isku waxidhan oo labadiiba dhalaalay wuu weydiiyey wuxuu ku yidhi nin baa beri aanu iscaynay markaasaa aan hooyadii ku aflagaadeeyoon ku caayay markaasuu nebigu ugu yidhi sallallaahu calayhi wasallam acayaa abaa dhar acayartahu biummihi innaka mru'un fiika jaahiliya ma hooyadii baad ku cayday waxaad tahay ad qof jaahiliyada ay ku jirto oo khasla jaahiliyada ayaa weli kugu jirta muxuu ku yidhi nebigu sallallaahu calayhi wasallam dardaaran busi wuxuu yidhi ikhwaanukum khawalukum shaqaalihiinnu waa walaalihiin oo ilaahay gacantiina uu geliyey ee qofka ilaahay uu walaalkii gacantiisa geliyo maxaad samaysaa falyudcimhu mimaa ya'kul ha siiyo wuxuu cuno cuntadaad cuntid oo kale si hana u xidho dharka uu xidho oo kale walaa tukallifuuhum hasaarina maa laa yudiiquuna wax aanay awooday فإن كلفتموهم حتى صارتان أو هول أدق وديبتان فأعينوهم أكل ما يبو نبي صلى الله عليه وسلم سبب تمان تانيقي أدون كيكي اسكدر آن أحرن هاي واسدا أياغو يري سيدنا أبو ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحين قصو خلاصين إن حقوق دا أوشقاله كل يهي قفقه أوشقين يو أي دين تو إن بدن أي كهذا شيء أي دين تو أدكي سي أي كتل مانتي هدي حقا لغوا يلا شقيه إنو ظالم يهي ظلم هنا ظلمات يوم القيامة يهي وصدح قضب أي نقصو كوبين كوى الأجل ومشهر كي لغب اللامي المسلمون على شروطهم إن أوصي يقفك شقالها وخاصة حديث كي ابن ماجه وريا صحيحها نبي وحوري صلى الله عليه وسلم أعد الأجير حقه قبل أن يجف عرقه سي شقالها حقيسة إن تانو ديدت كي سوين ججن هكرات لنا ديدت كي سيبات قبطان ha u dib dhigin in ha ka goosan ha meermeerin xaqiisiisi haddaad xaqiisiisiin weydo maxaa dhacay yowma alqiyaama
في صحيح البخاري حديث القدسي إلهي وحي سبحانه وتعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة صدح قيامها أنا هيستا مفلس كاد مقشى قف قف كره هيستا قف وحنطي يقف وديجي سدادي كريو كسي تريها إلهي بخصم قادة إلهي بكو هيستا بلا هذا هو دافت وصدح قوله كو وقف عنيق اللي يقصي يدارت وما قعيق كل دارتي وح اللي يقصي يلو آمني كدبنا خيانة سبيين لبا وقف قف حر أهائي بيو أدوان كدقى والعكت يسيعوني صدح واكي نوص عنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه العمل وقف شقف شقال عشق ليسي استيوائي شقي كل عمل كي كذا ما استرتاي أوقف كي وشقي واجب كي كسو وقتي ولم يعده ثمنه ولم يعده أجره كدبنا أمش قيدي سيسين أو حق أسوكم قيهي يوم القيامة ظلم ظلم جاكوين مجرى لأنه إلهي بائر أنا بهايست قفك أو خصم جيسا دينت وحي نوحد دي مركا لغا حد ليوم الشهر كشقالها ولا ليا إن شقالها شقدا أصمين أيو يوم الشهر كو أي اسكو مناسبيه أو شقا فربدا إنت اللو ديب مشهر يرنا الله سيو ما بنانا حتى هدي وقف كان شقاله هي كرة ليها مشهر كاير أيدن تكوك لفتي أنا مال كرو عرر هيسن أو أدن أنك ولا شوبو حقيسي خال أهان شيء ساسي مرضي لا يسقط رضاه حقه وحكوا أجب صاحب العمل كي إنه أنت مناسب قوة هاي شقلي سال لبصي وحق لها إنه وقف كان السي يضع علمه كدلي سنة كدلي شنيا ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون وإلى هاي المؤمنين تمركوا شيئا كواك هستوى كمدئه وحي ليه المرتبة إيا درجوين وغا أهادي وغا يمد أو سببتو أي تهي عمل كي سميين كل بعمل كوغو انتو أهابو أجر كي سونا ويالان دونا محو إلى هاي السداء وغردقاي وليوفيهم أعمالهم إنو عمل لدود إلى هاي قد ما يسترو أو حقو دي أوصيو وهم لا يظلمون إلى هاي حلقة قد يدبل وحكى له دينة إسلامك أي شيء تيقفك شقالوها دو حقي سوايو إن دولد إسلامك أي وطمعنا قاضي إنه خصب حقي سوغو سو قاضو أو واجب دولد سارن سيدا أوغي هاي إن أي ددك عن شقاد هاي سنين أي شقا أراديسو أي سيدوك لوحا واجبو كساري هاي ددك شقا هايستا حقوغينا إنه أراديس قضب كاكو هذا الأجروي أو سيدي سيلا يسكسينا يقضب كالبات وحوي كون العمل على قدر طاقة العامل شقدني إني تهي وحو شقالهني أودي أو عليس كتن بدن عن لصارم وحي هشي اسكالاغو هشي وحكا بدن عن لا درسن هدي لا درسدنا لا كالمي أو خرش إضافية أما احترام أما دلعسين لصيو وحديثك نبي صلى الله عليه وسلم كان أخرين أي علمات كصوقاتين ولا تكلفوهم ما لا يضيقون حصارنا وحاني أودين فإن كلفتموهم هداد سارتان وحلوس هداد سارتان فاعينوهم أكالمين من هنا مشروعية الراتب الإضافي بعلمات كصوقاتين إن قفك مركش قديسي شقاء عن أهين هذا الدرتد خرش ليراد آتسيسد أما وحد ليراد oo inta bedelka iga aad siisid oo nad adoonsan oo nad ku shaqeysan oo nad wax kasta u dirsan waxa marka xuquuqul amal laga hadlayo badana dib loo eega oo qisada ugu cajabta badan ee arrinka kala digdigtay ay tahay nabiyullahi shuaib alayhi salaam iyo nabiyullahi muusa markii uu shaqaleysinayo ii shaqay kulaha inantaynaan ku guurini inaad 8 sano ii shaqeyso hadda 10 dhamaystirtana xaqaaga ay ka ahaato waa tafadul ee anigu kugu khasbi maayo muxuu raaciyay wama أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين
وما أريد من الدنيا أن أشق عليك إن أن كدبو كوكو أتكيو عليس إن أن كسار من الدنيا سفي عما كولا دقمي ستجدني إن شاء الله من الصالحين وحد إهلي دون تا إن أن كمد أهي هدو إلهي إدمتتك صالحين تا سفي عن أيام كولا دقمي دون وكي سدفي عن أولا دقمي وكي نبي موسى نطبان كي سنة دمي استريسي جيدون بو أهي جيسوي لبدي كرنا واكي كدري قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل إلى هيبان كم مرخاتي وحائن لنا نطايم ما يخلق قرن مرخاتي المجر إلى هيبك كرسوني وامحي وامرك شقالها إيلا وشقيها بقلب جوجو وكتر الله كعبسي وأمرك إلهي بحريه وأمرك أغفي عنه وأمرك المحكمة له باهنين وأمرك نذو المترين وأمرك الشقاء لها إيا الله شقيه بأي آمنان إن أرهن كان يواجب كان يهشيس كان أنا واجب شقيه دون أهيني واجب دين يويهي إنو إلهي لحساب تميو إنو إلهي حقي إيغي إن حقي أدون كان كصوب بحضي أدون الشقاء له إن أتشقدي ستا عضا وصوب بحضي وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون شقايا إلهي بأركيا شقدين رسول كيسا أركيا مؤمنين تا أركيسا ومركو آمن سيه ودنها قفك مؤمن كاكا جيرو حتى هداني كمرد هين حتى هدان معمله شقد دلشوغ إنو حسوسيه وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون نبي صلوات الله وسلامه عليه آدبو حق شقالها ولالي واجب كوغن او الهالي الى دين تا اسلام لغا غارسيي قفكا شقالي هدو وينادو او سدو او شقيني او غوغو اما سدو او شقيني او حنوسادو وليس او شقسي قبان كاريو انان لايرين او شقدا انتو قبانيا مانتا لغا اقبالايو هدو وحبا قبان كاري واينا او خولا هورو كايدو سي دغتينا اني جيرين عد حكتدي سؤال بيشان آني ترينا مشهر كيسا وحال لوغا قريا أو واجبة من بيت مال المسلمين بنقية المسلمين ومحال الربا إن المؤمنين تسكو في النادان أو مؤمن باهن آن لأركن حق صدح هذا يؤدن بي يقفك شقاله وكل يهي رب العمل كولا ليال وقد بآد أمهيم وقلبك تابنيا المحافظة على كرامة العام ما أها شقد العقية مشهر ما أها هوش لقبنا يا إنت إلاك تهيئون وحشرع واجب كبيري إلا إلى ليشق عليها شرفتيس إيا كراماتيس أو أن لا دبن لا عنانا وحن حق لوغو لهين إن أن لولين خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط سيد أنس بن مالك طبعاً سنة النبي أشقيني ولقي أف إغمو أران أري آن دبصدو عي إغمو أران وحان سميي محاد أسمي سي إغمو أران وحان كتغينا محاد غتغتو أسمي ويدا إغمو أران ودقيك النبي صلى الله عليه وسلم صحابي النبي ويديي وحوكو يري إمي ساتشار باقفك خادم كان سكع فينا إمي ساتشار من الله فينا قلت كيس وحو كيري أعفو عنه في كل يوم 70 مرة إسكعف مالين تيك استبع طبان شير إسكعف تطباتاً شير إسكعف وحو أركي نبي صحابي ليلا أبو مسعود أولن أدون أولها صلوات الله وسلامه عليه أدون أو سيد أبو مسعود لها ويليار وشقاله سائس وقراعي نبي مو أركي أبو مسعود عطم بحقي صدام بكم مخلي أبا مسعود لله أقدر عليك من قدرتك عليه أبو مسعود أود أود يسمى أنتين أدويل كاير دشوحة كوين أو كدرا أو كعلس كوين سدو إلهي أود يأيما أدقاك قبطو بسم الله الرحمن الرحيم وجهت سري وابا رسولك ويسكن حي هو حر لوجه الله رسولك إلهي وإلهي درتبا نحرين وحكوا لنا بقدر يسوع لو لم تفعل للفحتك النار يوم القيامة
هذا أساس سمين لهين نار تأوتش كأجوب لهيد ما أنت يوم القيامة حرام وحان أهين وما أنت كفارة جود لهدم بجاس موجود بل أدون كيبون بيوسدوا إلى لنا ياي شقاله أنا محاط أمرين يسا هذا تاسي تهي واجب حقوق دي وشقاله لها شقاله أنا واجب عرسبة نقول لي هي إتقان الصنعة شقد الله در صدائن الصغو سي أمانة لإنو أولي مادو سرت عملك إنو إلى ليو إنو نوحب خيام يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون إنه إلى اليوم وقتها إنه كله كله هذا شقد قرآن معه أديك أبيدني بوجرت وبركة بورك لأمتي في بكورها بنبي أمتي إذا وح لو بركة كله هذا لا يا لو بركة إلى هيدلوتين هدافه